نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية إلى مشعر منى ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدي مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.